السلام عليكم. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا حرشة سائلة ديال المقلة اللي كتوجد في 10 دقائق. غادي نعطيكم جميع المقادير والطريقة باش كنوجدها وكيفاش كنقلبها وكيفاش كتجيني بهاد المنظر. يعني واخا يكون جاي عندك ضياف تكون بوغ الكوتي في الفطور دغيا كتوجد. غادي نوريكم حتى الطريقة ديال الطهي ديالها والمقادير مضبوطة اللي غادي أول مرة غديريها غتنجح معاك. يعني غندوزو للمقادير، المقادير ساهلين وبساط. غنبداو ببيضة، نديرو بيضة في جبانية، غادي نزيدو عليها دانون اللي متوفر عند بأي نكهة، سوا ديال الفخيز سوا ديال الفاني، أنا درت ديال الحامض كيعجبني نكهة الحامض. نزيد عليهم السميدة رقيقة، 2 الكيسان العنبة، ولا 260 غرام ديال السميدة رقيقة، 1/4 كاس ديال الزيت العنبة، كاس ديال العنبة ديال الحليب بارد، هنا فانيا وحدة، ساشي ديال الفاني ولا معلقة ديال الفاني، شوية الملحة على حسب الذوق، معلقة صغيرة أنا درت هنايا، 2 المعالق كندير ديال السكر سنيدة، نتوما على حسب الاختيار ديالكم. بغيتو ديرو معلقة وحدة حتى هي كتجي مزيان، درتو 2 المعلقات المهم ماشي مشكل. هنا درت 2 خمارات ولا 16 غرام ديال الخميرة الحلوة. دونك هنايا غادي نخلط المقادير كاملين، سواء دير معلقة ولا دير هذا الطراب اليدوي، وكتحرك داكشي كامل حتى كينسجم داكشي مع بعضياته، راه ما كياخدش الوقت، ما كتسدلكش، ما والو، هي كتجي سائلة كيف ما كتشوفوا. كنحركها مزيان، ما كتحتاج تخمر، ما كنخليهاش تخمر لتا حاجة، يعني غير بين ما نوجد المقلة وكنديرها فيها. هانتوما كيف ما غتشوفوا انا جبت المقلة، يمكن لكم تاخدوا اي مقلة عندكم ما غاديش تلصق. ها هي كيف ما كتشوفوا، غادي ندير لها الزبدة، وضروري ديروا الزبدة في الجوانب ديالها باش ما تلصقش ليكم والطياب يجيكم مقاد كيف ما كتشوفوا. انا ها هي، هذه ماشي طيفال، هذه مقلة عادية كندير فيها، كندهنها مزيان بالزبدة، ها هي كل ما دهنتي غتكون مزيان. غناخدو نص المقادير، هاد القياس اللي عندنا غنقسموه على 2، غندير النص ديالو هو اللي غنبدا به كيف ما كتشوفوا. ها هي درت نص القياس، غادي نصوبها في المقله مزيان، ما تخافوش منها، مع ما درت فيها الزبده مزيان ما كتلصقش، وكنخليها كنصوبها على شكل ديال المقله ديالتنا، كتاخد الشكل ديال المقله. من بعد ما كملت هذاك الاخر غنخلي النص بين ما طيب، هادي كيف ما غتشوفوا دابا غنديها الفوق من البوطه، غنحطها طيب، غندير بوطه مهيله في الاول، غنبدا بالبوطه مهيله باش طيب من التحت مزيان، يعني في الاول كندير بوطه مهيله وكنخليها هكا طيب، ما كتاخذش الوقت بزاف حتى في الطياب، كل مره كنطلع عليها باش كنشوف الجوانب ديالها بداو كيطيبوا، شتيهم جوانب بداو كيطيبوا، كنعاود نسد عليها باش ديك الحراره كترجع عليها حتى هي، وكتبدا تنشف من الفوق كيف ما كتلاحظوا. شوفوا دابا الجوانب هاي كندورها باش يتقاد فيها الطياب، الجوانب ديالهم بدا كيطيبوا، الا لاحظتوها راه بدا كيطيبوا الجوانب ديالها، ومن الفوق بدات كتنشف شي شويه. غادي نعاود عاوتاني نسد عليها بين ما تطيب شي شويه. هنايا جبت المقله واحده اخرى، دهنتها بالزبده، وهنا فين غادي نقلبها غتلاحظوا معايا كيفاش غادي نقلبها، كتقلب بسهوله. شوفوا كيفاش جا الطياب، شفتيها جا كله مقاد، لحقاش هذيك الطريقه اللي قلتكم ديال الزبده، رجعتها الطيب وطابت من التحت. غنوريكم دابا كيفاش جات من الداخل، انا نقطع لكم واحد الطريف وتشوفوا معايا، ها هي كتجي هشيشه وكتجي بنينه. هانتوما ها هي شوفوا، ها هي باقا سخونه وما كتعجنش ما والو، كتجي بنينه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تابوناو على لاشين ديالي باش يبقاو يوصلكم ديما الجديد ديال الوصفات ديالي، وكنشكركم بزاف، والصحه والراحه. شكرا.